عليكم، صباح النور، صباح الخير، كي صبحتوا؟ كيفاش نتوما؟ كنتمنى لكم يا ربي تكونوا مزيانين وتكونوا في احسن الاحوال. ملاحظه صغيره جدا، دا شفتوني دائما بنفس الحجاب، خصني نقول لكم بان عني جوج صحاب عطيتهم، يعني كنصبروا مش ما كنصبروش. ابارتي صراحه هذا هو اكثر واحد كنرتاح فيه، خفيف بزاف وكيجي مزيون مع اي حاجه كنت لابساها، مع اي كولور كنت لابساه هذاك الشيء كنلبسه بزاف، وخصوصا هكذا ساعات الشغل وداك الشيء الصراحه هذوك اللي كيكونوا طوالين وداك الشيء موين كومونس. المهم على كل صباح اليوم صباح الصايمه كنرد عليا يدي، الله يتقبل. بوين بوكيتو طاردي، ولكن قلت اللهم طاردي ولا مخليها ليا، لا ضروري ان شاء الله يا ربي. نوت تفضلت صليت وجدت ليان، هي خرجت من لهنا وانا وجدت راس المنوج نبدا معاكم بلوك ان شاء الله يا ربي. ملي كتكون ليان انتما شفتوا معايا بلوك اللي فات، ملي كتكون معايا ليان نوت نظافه نقدر نسجل لكم عاد كشي. قلت عرفتي حد لا ينفق وردريا، غادي نابروفيت ساكنه على الحاجه اللي على قلبي، ماشي على قلبي، محتاجه نعملها، محتاجه نمسح الدوشه والركنه، نركن داخل يعني نركن برودكتور ديالنا، نركن الشامبو ديالنا، نركن اش عندي واحد المشكل هي كنت هو الكخات وباخخه في الحاجه ديال الدوشه، ولكن ما بانتليش في هاد الساعه نركن داكشي اللي عندي بعدا، داكشي اللي كنحتاجه كنحتاجه بطريقه يوميه. لوغا بارتي خصني نمسح شويه ديال الغابره، خصني نعمل شويه ديال الديكورات. المهم يلا معايا اليوم غادي ندوز صفحه حياتنا في الدوتشا، درت بزاف الحالات من الشيء اللي غادي نعدل بهم ونسكسب بهم على الدوتشا وابارتي تسركن كيفاش غادي نعملو. المهم شوفوا عندي الضو مشعل واجده زعما، انا قلت لكم كنسكت كنستنى عليها تخرج من هنا باش نبدا بلوك من هنا. المهم يلا معايا انا الدوتشا نعقب لكم الكاميرا بلات، اليوم غادي نعدل ان شاء الله هذاك الشيء، ما عرفتش غتشوفوا هذا البلوك، هذا البلوك اللي ماجي، ولكن اليوم غادي نعدلو ديك الروينه اللي مورانا ونعلقو الرويقه. معنا كنا غادي نشرح لكم كاين واحد الحاجه اللي وريت لكم شي فيديو اللي فات، قلت ماشي مشكل ما نوري لكم شي حيتاش واخا بغيت نخلي لكم ديك الصوره دوتا الريفورما ديالها بداك الشيء، ولكن ملي عدلنا الريفورما غنشرح لكم. دابا البيبان هادو كانوا بحالهم بحال هادو دهنايا، مالي كان هيدا كان ماركو هيدا عادي، لو كي باس اسكي ملي كيجوجو جوج خصو يتقلع، كيقلعو ملي كيجوجو جوج ما كيقدروش يرجعو، حيتاش إذا راحتو يعني ملي عملو الجلج بحال يطلع شوية النبال ديال الحيط، انت تيس ماركو ما كيقدرش يرجع، وكيبقى بحال هكدا، شفتو على الروينة كتبقى عنا، هادي الروينة اللي كتبقى، هداك داك اللي الفوقيه كنستعملو معلم باش يوقف شوية الجلج دو الفوقي. المهم بقات هنايا هاد الروينة هادي لي أمينو مي وستاموتو. نون فنوو صانو ريكوم ها، يعني شوفوا كتشوفوا الدوتشا مزيونه، هايدا نوريكم هايدا كتشوفوا الدوتشا مزيونه مودرنا جديده نسي كامل، كتشوفوا هذا كتقول بيبان على الصبغون ابيض فلي بيبان على اسمو تشوكاسو استو، احنا مع المستقبل غنبدلو بيبان، ولكن دابا ما غنبدلوهمش، ولكن الباب هذه لوغو كاينه هذه، هذا لا غادي ربنات هذا واقع عادي كنسكسف عليه، عندي تما الحاجه ديال ميشي، عندي هاد الحوايج ديال التصبين، عندي هنا اللابادوره. المهم هذا طلبت لواحد اللعيبات ديالو، بقى ديك من واحد الريفورم على لوكوس عملناه مع بعضياتنا، نسكسفوه عليه غنردو حاجه اخرى. المهم فهاد الساعه هادي ما بغيتش نرجع الباب عليه، بغيت الباب كتفتح لي هنا وكتقضي ضيق بزاف الدنيا، بغيت نخليها محل، ولكن عاد عندي نفس المشكل هي هاد البارتي هادي نو مي غوستا، علاش ملي كنت كنقول لكم الدار باقي خاصها بزاف ما يتعدل فيها، كنقصد هادشي هذا. المهم هادي هي الحقيقه ميشي، لا ميشي لا لا شكرا شكرا، هاي هاود هاود مشي 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 بحالك. المهم على كل دابا ركزوا لي مع الاهم والاساس، دابا شنو غادي نعمل؟ اول حاجه غادي نعمل غنطلع نحيد ديك اتيكيطات وغنمسح داك السراج مزيان، خصني نمسح مزيان الجلج سي كاتب على كاستر سانت ليمبي، ولكن خصني نزيد نمسحو شويه لما عاد واحد المسيحه المنبره وداك الشيء نمسح مولس من الداخل، ومن بعد عادك غادي نبداو في ديتايتوس في ديكوراسيونيز في التنظيم في التركين كتا 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 نبداو بهاد الشيء هذا. شوف أنا وردة الحاجة اللي ديالي، أول حاجة حاولت نحيد هاديك الطاج الشوك ولا يعني كنسخنو مزيان، بس زعما كرة ديال التحت ديسبيغارتي ولكن والو عرفتي تعذبت ديال بصح، من بعد عملت ليكيدو دي ميتي وشوف وعيت كنحك عاوت والو، من بعد شفت في الانترنت بأن إذا عملت الزيت كيتحك كيتغسل والو صراحة عذبني بزاف. لا تترجم هذا خلي هايدا حسن شي واحد برودكتو خاص ديال البيتا الاتيكيطاج باسكو هذاك عذبني، ودا جيتو تلاحظو مزيان غادي تشوفو بان بقاو تما ياك اللصاق بقا تما، تنشري واحد البرودكتو من فريتيريا باش نحيدو هاد اتيكيطاج باسكو اوريبل تعذبت بزاف على والو. وغادي ندوز نمسح هاد الجلج على الجهة هادي والو نمسح شوية هاد الجلج غادي ندوز نعدل الحاجات ديال برا فوالا خشيت كلشي هنايا يا دادا عامر الحاجات اللي غادي نحتاجها كما كتشوفوا كحال البودي، وانا غادي نكون واحد معايا غنحطكم هنا معايا ونوريكم
على السريع شنو طلبت منشان كلشي بنات منشان بالي الله بيان صراحه وريتو منكم ولكن غنعاود نوريكم دابا. سمحوا لي حيت دخلت لكم في هذا الفيديو هذا ولكن الموضوع كيف سهل. بغيت نقول لكم بان عندنا واحد سورتي واحد القرعه اكتيفا ان كولابوراسيون مع بينكي. الهديه غادي تكون باك ديال الماليطه مالتا كيما كتشوفوا كتجي كومبليطا ماشي ضروري على مكان واحد من هادو تقدروا تخلطوا نتوما كولور اللي بغيتو مودري اللي بغيتو في الماليطات ديال بينكي. المهم تقدروا تربحوا واحده ولا تقدروا تربحوا جوج كاينه دو سورتيوز اكتيفوس في نفس الوقت باش تشاركوا في واحد منهم هي خصكم تدخلوا من عندي الانستغرام انا نخلي لكم لينك الانستغرام لتحت غادي تدخلوا تما غادي تتبعوا الشروط اللي كتبت لكم تما في البوست اللي ساهلين بزاف خصكم تتبعوني تتبعوا بينكي خصكم تاجيو صحاباتكم بارطاجيوها في ستوري ديالكم وبهذه الطريقه هذه غادي تقدروا تشاركوا باش تربحوا واحد الماليطه وماليطه ثانيه اذا عملتوا شي كوموند من عند بينكي واستعملتوا الكود ديالي اللي هو لاتي فايشون اوتوماتيكامنت كتدخلوا في السورتي وما خصكم تعملوا حتى شي حاجه. يعني اذا كنتوا عاولين تشريو ماليطه هذه هي فرصه دخلوا من بينكي وتسخروا ابارتي الكوديغو ديالي كينقص لكم 5 يورو بيديدو ديالكم حيت ملي غتشريو ماليطه اوتوماتيكامنت غادي تدخلوا في القرعه اخرى اللي تربحوا فيها باك اخر ديال ثلاثه. كنظن ما نتعمق بزاف نهضر لكم على ماليطه ديال بينكي اللي كنتوما عارفين بان شحال هذه وانايا كنستعملهم دابا هذه سنين انا كنستعملهم مراتي كتستعملهم خوتي كيستعملوهم بابا كيستعملوهم عائلتي كامله 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 كيشريو من عند بينكي على حسب الصراحه كنصحهم بهم بزاف. العائله ديالي من بلجيكا هما كيشريو منهم على حسب كيعملوا ام بي تقريبا اوروبا كامله. المهم غنخلي لكم لتحت في صندوق الوصف لينك ديريكتامينتي للبوست ديال القرعه وغنخلي لكم باخينا ويب ديال بينكي وتفكروني تسخروا من عنده استعملوا الكود ديالي اللي هو لاتي فاشن. عندنا اول حاجه هذا الطاس هذا الطاس اللي كيستعملوه كيغسلوا لافابو كتجيب كيجيو دوس بيطاس بون تريس بيطاس كتقدروا تغسلوه بحال هكذا ملي كتبغي تنقيوه بلا هذا فوالي شريت هذه بحال هذا في كحال واللي عجبني هو وقدر تجيكم شويه سيمبل ولكن اللي عجبني فيها هي تقدر تعلقوا شوفوا عنده هنا واحد التسقيبات وهنايا عنده هاد البيغاتينه هذه هذه سيبه اللي كتعمل بحال هكذا شفتوا كتعلقوا ملي كتبغي تستعملو كطلع غير هكذا وكتزيدو هذيك القديمه لاصقه في الجنب بس باريفي غادي نعملها تماياك مرات طاس هاد لافابو. تفكروا دائما قبل ما تلصقوا هاد اديسيفوس هادو تمسحو مزيان الجلج وكيما شفتوا لصقت اديسيفو بقيت كنسكع عليه مزيان باش ما يتقلعش. عملت هاد البرودكتور اللي كنوصل به باتر وهكذا جا صراحه عجبني حيت جا مخبع ما كيبانش بزاف. خديت هاد الباك هذا تا هو من شين كلشي اديسيفو كلشي كيتلصق ماكاينش شي حاجه اللي خصني نختار نحفرش اللصقه باش الواحد كيتهضر بالجلج جد المستقبل بغا يبدل الدم ولا شي حاجه بوز بوز باش يتقبع باينه. المهم كيجي باك فيه ما عرفتش واش ست الحبات بياطاس ولا هكذا كتجي هذه اللي كيعملوا فيها فوطه ما عرفتش واش عملوا الجهه ديال الجهه الاخرى. المهم هذه كتجي فيها فوطه بعد عندي هذه اللي هي كتكون فيها فوطه ما عرفتش صح وقا ما عرفتش فين غادي نعمل كل حاجه. هذا ديال كغد لابابو عملت تمايا كحدا الطاسه هذا باين بلاصتو. ومن بعد كيجيو هاد الجوج هاد شوفوا هاد الجوج هادو ديال كوتات ستيتوين ما عرفتش صراحه سي اوان طام باش نعمل فيهم فوطات كبار انا كنظن غير فوطات ستيتوين صراحه ما عرفتش فين غادي نعمل. المهم دابا غادي نشوف مع بعضياتنا. اول حاجه صبغت بورتا بابيل عملت لصقتو مزيان البلاصه اللي كان خصني ومن بعد كتشوفوا عدلتو بهاد الطريقه هذه مزيونه باش كيجي الديكو ديالو مزيون خصوصا داك لما جينا عندكم الضياف كما شفتوا طويت الكاغط ومن بعد عملتو حليت شويه الماء باش يدخل الماء في الكاغط ويلصق مزيان كما كتشوف هاد الشكل هذا بصراحه كيجي المنظر ديالو مزيون خصوصا داك كان عندكم الضياف كما قلت لكم. واخر حاجه دوس ركب هادو ديال الفوت وركب وحده في المويبل وواحدين اخرين مربب. من بعد عندي هاد الكراطه هادي ديال مامبارا كيف نحل لكم هادي كتحط مامبارا كامله كحله جات سيليكون ما فيها لا حديد لا والو دات سيليكون ما يخرجش ما تتدرى ما تسى شي حاجه وكتعلقوا هادي هكذا في المامبارا وهادي كتعملها بحال هكذا كتبقى دائما معلقه في وسط الدوتشه خديتها حتى هي بكها باش تجي زعما مع التيماتيكا ديال الدوتشه. وبالنسبه لهاد الكراطه كما كتشوفوا ساهل بزاف تحطوها وعجبتني يعني بك حاجه تستيت وحلوه ما كتبانش بزاف. من بعد خديت دوز استانتيريا صوباني فيها الوريس هادو اللي كيكونوا في وسط الدوتش اللي كيعملوا فيهم خابونيس وداكشي هادو اللي كيديون هي كتقدروا تحطوهم شوفوا دوك تحفروا اللي كتبغيو كيسمعها متصام سمر وداكشي ولكن انا ما نختار لهم شي فهاد الساعه هادي حتى شي ما كان ما كيصبروا شي ولا شي حاجه ممكن ولكن لو ما تصوروش كاينه كيجيو هاد الصيقه ديرو معاهم هنايا
كتلصقوه كتخشيوه، بعد كتزيرو بهذا المصيمه هذاك تحيدوه وبعد كتزيروه. شوفوا اول حاجه خصكم تحيدوا من هاد اللصيقات هادو، هاد المسمار، هاد التورنيو هذا. من بعد كتخشيو السطانطيه ديالكم وكتعاودوا تزيروا بالمسمار. هنا كنت كنجرب فين غادي نلصقوا. ومن بعد لصقت الباطي التحتانيه، عملت تماك واحد طاس ديال الصابون باش نعرف مصومين وسم مهديده فيه خصني نحطو بالضبط. من بعد عندي هاد الباك ديال خابونيس اللي كيجيو ثلاثه مع بعضياتهم، كتحالو فيهم شويه د المارغريتا وكيجي معاهم هاد اللعيبات، كتجمع هاد اللعيبه هادي، هاد اللعيبه هادي هادي مكتوب فيها مثلا شامبو، كتعملوها هنايا كتعملو الشامبو ديالكم هنايا وكتحطو باش كيجي مازونيتو استيتيكامينتي. ودوس نعمر القريعات ديال الصراحه كيجيو مزيانين بزاف، هادو كيعدلو الديكور بزاف ديال الدوتشا، وعاد كتجي كل حاجه بالسميه ديالها. واخا حاجه عندي هاد السلانطه هادي، كيبغي المغرب كيبغي المغرب، هاد الكحل جات دي بلاستيكو ولا مونشا بلاستيكو، بلو كامبو غادي تقدر تجي مزيانه في الدوتشا داخل ياكم. بلانتي حطيتها في بارتي فوقانيه صراحه حمقتني كيفاش جات. ودابا غادي ندوز معكم الديكور. غادي نبداو اول حاجه بهذا البانديكيتا هادي، هاد الباك هذا كنت خديته من عند شين، باقي خصو واحد البياس ولكن انا حيدتها. المهم عملت اول حاجه البلاصه ديال الصابون، الصابون ديالو، ومن بعد استعملت هاد الدروشات هادي باش ما حطيتهمش نجي نستهبل كامل نكبتو كيف كحال. صراحه عملتهم هكذا ديكور وفي نفس الوقت يعني غاد من بزاف بالنسبه لينا حنا عاملين هوليوود سمايل. عجبني يعني الاستعمال ديالهم. ومن بعد هذا الامبيانتادور في الكحل حتى هو خديتو من شين، في الاول عملته وحطيته لكن مع الاخر غادي ندخل واحد الديتاي تمبلات وغادي نوريكم. بالنسبه لهاد القنيسه هذه ما تبقاش خاويه، عملت لها هاد الباز هذا اللي خديته من تيري هو والبلانطاس ديالو. بلانطاس ما قنعونيش 100% ولكن ان شاء الله غادي نبدلو من بعد. المهم هاد وليدات اللي خديت ماشي زوينين، ماشي التيماتيكا ديال الدوتشا، وعملت في الاخر مع امبيانتادور واحد الربع من هاد الشكل. كنت غادي ندوزو نرقمو مع بعضياتنا المجوره، زبقت سبيرال طلو من الغابرة، مسحتو مزيان. المجر هذا عملت فيه بابيل يعني اوفود، هانتوما غادي تشوفو. ما حطيتش الفوطات كاملين حيت كانوا باقيين، ما كنت باقيين ما جبرتهمشي كاملين، كانوا باقي عندي اخرين في الطاسات في البيت. من بعد اللي مزيان في هاد المويبلي هذا هو كيجي عندو هاد اللويحات هادو باش كتعمل سوبر اخر فيما بغيتي نتينا، يعني ماشي فيه انا حطيتو تما، نقدر نزيدو ولا نقصو. هاد الجهة هادي عملت فيه الششوار بلانشا ومشطات، هاد هاد الرانيشار هادا عملت فيه بروتوكول مكنستعملش بزاف، مكنستعملش بزاف، أنا أصلا مكنستعملوه مرة مرة، زاحت هاد البروتوكول مكنستعملهمش بطريقة يومية، هادو يعني حوايج لي كنستعملوه غير مرة مرة. وهنايا فهاد المجهر هادا كان عندي بالدار ياخرا، كنت خديتو من بي إي إم فرنسا، كما شفتو عندي قريعات فيهم العيوب ديال الودنين، وحدة خرى ديال السنان، وهذا كنت خديتو من البولونيس ديالي. كنحط هكذا قرابي، هادو كنستعملهم بزاف بطريقة يومية صراحة. من بعد عندي مثلا ميكروفون هادو اللي كنت خديتو من شين، صراحة واعر بزاف بزاف تحل فوني بزاف كما كتشوفو، يعني مانور غني هادو موي بيان برودكتور ديالي ديال السكين كير. من بعد عندي هاد القجر هدا كنت وريتو لكم، هدا من شين، هدا نورمالمون تا كيعملو فيه انفوسيون ولكن انا زعما كنعمل فيه حيت لو طابا وعجبني حتى كومو عندو سيباراتوريس الداخل، وحطيتو الداخل مس فيه ماكياج اللي كنستعملو بطريقة يومية. عندي واحد المجرى في البيت نعرف لي عندي فيه ماكياج اللي كنستعمل مرة مرة ولا في المناسبات. ودابا الطوكي ديال الفويطات خصني نشري فويطات اخرين كبارين، دابا استعملت هادو ستيتوين. انني ساليت باقا واحد اخر لمسة لي غادي تعطيها هي الطوكي، كنتمنى تسمعوني اللي غادي يعطي اخر طوفينه للدوتشا. غنوريكم طلعت واحد دوتشا سليت في الاول، فوت شفت نقطه زعما في الكوزينه، ولكن مع الاخر ما سيستالادو دوتشا سليت بالبوطون بالالكتريسيتا، وعلى داك الشيء قلت عرفتي غادي نستعمل هذا من الدوتشا. هذا بنات واحد الضو، شوفوا هذا هو الضو، كيتشارجا كتشارجيوه بالضو. واللي فهم مزيون هي عنده سنسور دي موفيمينتو، يعني عنده بحال واحد واحد ما عرفتش شنو اسمها، وعندنا واحد البياسه كيحسوا بكم اللي كتقربوا من الضوء. يعني انا غادي نعملو دابا دي مانيرا اوتوماتيكو، تقدروا اما تطفيوها اما تشعلوها اما اوتوماتيكو، نعملو اوتوماتيكو يعني باش يخدم باللوس ليد. شوفوا كي جمع هاد الحاجات هادو، كي جمع هاد الحاجات هادو، اول حاجه الصارج اللي كيتقاد الصارج كنصارجيوه من هنايا، نوصل الصارج من هنايا. ومن بعد كيجيو مع هاد اللعيبات هادو،
مالي هادو جوج كتلصقهم هنايا وجوج كتلصقهم في مويبلي في بغيتي تلصقي هذا الضو هذا. وهنايا عندهم الهند يعني كيلصقوا بعضياتهم فهمتوا يعني ملي تبغوا تحتاجوا تديوها تصاجو كديوها تصاجوها بعدين كتجي تلصقوها كتلصق مع بعضيتها في الهند فهمتوني. المهم على كل دابا غادي نعدل بالنسبه لهذا الضو هذا بغيت نعملو تحت المويبلي الا كان مويبلي عندو شي رجلين بصح غادي نعملو تحت اجي نعدلو مع بعضيتنا. وهنايا كما كتشوفوني كنوجد الضو باش نلصقوا. اول حاجه لصقت بيغاتيناس اللي كيجيو لاصقين نيشان في الضو ومن بعد حطيت عليهم بيغاتيناس اللي خصهم يجيو في المويبلي ولكن حطيتهم عليهم باش نحط الضو فيما بغيت انا ويلصقوا بيغاتيناس ديال الفوق. ما عرفتش واش شرحت لكم مزيان ولكن يعني كيلصقوا بعضيتهم بالهند فهمتوا يعني هانتوما غادي تشوفوا. من بعد ما غادي نحطو غادي نقدر صافي كيلصق صافي كنقدر نجبد انايا الضو ديالي فوقاش ما بغيت هذا باش يكون عندي العبار نيشان وصافي. وشوفوا كيجي بحال هكذا شوفوا انا كنتمشى وكيتشعل بوحديتو. دابا النهار ما جاش كيبان بزاف واضح ولكن صراحه بالليل كيجي الديكور كيحمق وبان حبيبات ديالي. هذا هو الشكل النهائي الديكوراسيون ديال الدوتشا. ما بغيتش نساجيها بزاف 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 كما شفتوا حاولت يعني نتفادى كل ما قدرت برودكتوز بحال اللي نقول لك بامباسي اوريجينال يبان فيه الالوان والكتابه وداكشي حاولت يجي موين نيوترو موي بونيتو. صراحه الحمد لله اللي مويبل فيه متر وعشرين وقدرت نخبى فيه بزاف ديال الحاجات يعني ما كاينش شي حاجه بحال اللي نقول لكم كذبان. وكنظن الديكور ديال الدوتشا اكثر ديكور عجبني صراحه جا موي موي بونيتو. سيري سيري انا كنتفكر واحد الحاجه شوفوا شنو هذا هذه فاسوره هذه البنت طلبتها من شي صراحه تقريبا في تقريبا كل شيء تقريبا لا ماشي كل شيء تقريبا كل شيء من شي صراحه غير ديك خره من تادي اللي باقي كل شيء من شي. هاد الفكره هذه شفتها في تيك توك عند واحد اسبانيولا اللي بغات تستل الفاسوره عملت هي واحد الشبيكه بحال هكذا وعملت زعما الفاسوره ديال الدوشه تما عرفت الفاسوره ديال الدوشه راه كيكون فيها كغطات ولا شي حاجه بحال هكذا. شريت بوصه ترانسبارنت طبعا ما عرفنيش شي زبدنيش متوسخ شي ابارت عند واحد الصحبه شريت بوصه هاد الفاسوره غنعملو بنادم زعما خديت هاد الميكات خاص نهار تطل هادو كنوالو جاو كبار بزاف ومع على كل بقيت كنحاول نخشي مشنيك باش متبانش الميكات بزاف. هادي طلقتها ديالها وحطيتها في بلاصتها تشوفو ميشي كتفرج كتفرج في الديكور ديال الدوتشا. فوالا حبيبات ديالي هذا واحد فيديو هكذا اللي غنوريكم مع الفينال اورغانيزاسيون فينال ديال الدوتشا. صراحه الحمد لله طلع كلشي مزيان سباتيو قدني في مويبل بخصوصا يعني الماتيناخ انا عندي اهم حاجه في الدار كون عندي دائما الماتيناخ بقى لي هذا تقريبا اللي برا ولكن كنفضل صراحه باش يلاه جوج باش نعمرو بحاجه اخرى. فوالا حبيبات ديالي حتى لهنا وصل الفيديو ديال اليوم كنتمنى الفيديو يعجبكم كون جات خفيفه وظريفه على قلبكم ان شاء الله ربي فيديو سليمة جين غادي نبارطاجي معكم كثار ديال الحاجات غنركب الرويقه غنوريكم بيتنا زياننا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم في امان الله.